بما اننا اوشكنا على 4000 مشترك، خلينا نعمل حلقة لليوتيوب. السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر روبوتك. اولا انا بعتذر على الغياب لان انتوا عارفين ان انا في ثالث ثانوي دلوقتي، واللي ما يعرفش يعني ايه ثالث ثانوي بالذات في مصر فيا ريت يسال عليا على النت يعني، تمام؟ عشان مش هقعد احكي فيه كتير. تاني حاجه، مش هعتذر مره تانية على التاخير بسبب ان انا كل مره او في كل فيديو جاي انا هتاخر، يعني هتاخر عن المعتاد. انا كنت بنزل فيديو كل يوم او كل يومين فيديو، دلوقتي مثلا ممكن انزل كل اسبوع فيديو او كل اسبوع فيديوهين، تمام؟ ده بالكتير قوي يعني كل اسبوع فيديوهين. فانا بعتذر جدا للتاخير عليكم، ويا ريت تسامحوني بس السنه دي تخلص وبعد كده هنرجع ننشر بشكل مستمر وبشكل افضل بكتير ان شاء الله، واكون جبت كاميرا يعني. خلينا نخش بقى في حلقه اليوتيوب بتاعت النهارده. الحلقه بتاعت النهارده هي الباك جراوند ميوزك. يعني ايه الباك جراوند ميوزك؟ يعني الموسيقى اللي في الخلفيه، يعني الموسيقى اللي في الخلفيه. طيب، ناس كتير سالتني انت منين بتجيب الموسيقى اللي في الخلفيه، انت بتنزلها ازاي؟ نهرب الحقوق طبعا الناشئه بتاعت الموسيقى اللي في الخلفيه اللي بنجيبها ازاي؟ كل الكلام ده، كل الكلام ده هو عن طريق موقع واحد بس هنجيبه النهارده، هو موقع اليوتيوب. اليوتيوب نفسه كشركه يوتيوب بتقدم لك موقع خاص باليوتيوب. الموقع ده بتقدر من خلاله انك تجيب كل الموسيقى اللي انت عايزها او كل الباك جراوند ميوزك اللي انت عايزها. في ليفلات كتير، في ليفل اللي هو اليوتيوب، الليفل ده هو ليفل 1، تمام؟ اول ليفل عندك هو ليفل اليوتيوب، انك تجيب الباك جراوند ميوزك وتستخدمها من اليوتيوب. في ليفل تاني هو الباك جراوند ميوزك المدفوعه، اللي انت بتدفع فلوس عشان تجيب الميوزك دي، بتبقى عليها حقوق ولكن انت بتدفع فلوس عشان تشتري الحقوق دي، تمام يا شباب؟ تمام. لكن اوعى تغلط غلطه انك تجيب مثلا اي فيديو شغال وتقوم واخد الباك جراوند ميوزك بتاعته وتنشرها عندك والكلام ده. لازم تتاكد 100% ان الباك جراوند ميوزك دي موجوده في اليوتيوب لايبراري ميوزك اللي احنا نفتحها قدامكم دي، تمام يا شباب؟ يبقى نخش على الموقع اللي انتم شايفينه قدامكم ده، هتلاقي برده اسفل الفيديو هتلاقي فيه كل الميوزك دي نو كوبرايتس، يعني ما فيهاش حقوق طبعا نشر كل الميوزك اللي انت شايفها قدامك دي، تمام؟ ده غير ان هم مش قليلين خالص، ده في كتير جدا جدا جدا، اكتر من 1000 مقطوعة موسيقية بالدقائق اللي انت عايزها عندك، يعني واحدة دقيقة، واحدة 50 ثانية، واحدة 30 ثانية، واحدة 5 دقائق، واحدة 4 دقائق، انت عندك كل اللي انت عايزه موجود هنا. اسف جدا انا بتكلم بسرعة لكن بسبب بس دي الوقت اللي عندي، تمام يا شباب؟ عندك موسيقى كتيرة جدا جدا جدا، ده غير طبعا في صفح تانية وفي حاجات كتيرة جدا يا شباب هتلاقيها، تمام؟ هنا بقى من الاختيار الاول اللي قدامك ده، هنا انت ممكن تختار نوع الموسيقى نفسها، كلاسيكال يعني قديمه او روك او بوب، معرفش بقى، انت شوف نوع الموسيقى اللي على مزاجك ودور فيه. او ممكن تعمل حاجه ان انت مثلا تقعد تشغل الموسيقات كده، مثلا دي موسيقى مثلا لا دي مش عجباني فانزل على اللي تحتها ونشوف، تمام؟ ويقعدوا يشغلوا الموسيقى كده مع بعضهم، تمام يا شباب؟ تمام. عايز تحمل الموسيقى اللي انت عايزها بتضغط بس هنا، هيتم معاك تحميل بشكل مباشر وسهل، تمام؟ بتسمع الموسيقى اللي على مزاجك وبتنزلها عندك وبتبدا تحطها على طول. حتى هنا هو كاتب لك ان هي فري، ممكن تشغلها في الفيديو بتاعتك وتقدر انك تربح منها عادي جدا، مش هيجيلك اي حقوق على الموسيقى دي، تمام؟ تمام. طيب فين يا جماعه الافكتات التانيه بقى، اللي هو الناس اللي تقول لك مثلا تن اضغط لايك هنا، تن اعمل كذا هنا، الحاجات اللي بتيجي دي، كل الحاجات دي بلاش يعني تن والهبل ده. المهم يعني الحاجات اللي بتيجي دي هتلاقي هنا برده في الساوند افكتس، يعني اليوتيوب مش سايبك في اي حاجه، تمام؟ اليوتيوب عنده كل حاجه، يعني مثلا عندك 50 او اكتر من 100 افكت انت ممكن تنزل فيه اللي انت عايزه، ممكن تعمل اللي انت عايزه في الافكتات دي كلها، تمام يا شباب؟ تمام. يعني انت هنا اليوتيوب مش سايبك في اي حاجه وجايب لك كل اللي انت عايزه، وجايب لك الميوزك اللي انت عايزها، وجايب لك باك جراوند ميوزك، وجايب لك كمان ساوند افكتس، يعني كمان انت ممكن تضيف الساوند افكتس ده يزود من الفيديو بتاعك انه يخليه اكتر متعه للمشاهد والمتفرج، تمام يا شباب؟ تمام. طيب الحاجات دي هتفيدني ايه في القناه؟ هتفيدك انت كواحد بيتكلم وبيشرح على جهاز كمبيوتر بشكل كبير جدا جدا جدا، تمام؟ لكن هتفيدك بشكل اكبر طبعا لو انت عندك كاميرا وبتصور نفسك، لان لما بتصور نفسك الموضوع بيبقى ممتع اكتر بكتير من انك تسمع موسيقى مع حد بيتكلم وقدامك جهاز كمبيوتر، فانت المفروض تركز مع اللي شغال مش تركز مع شكل اللي بيتكلم قدامك ومع الموسيقى اللي شغاله في الخلفيه، تمام؟ فالافضل يعني انك في اي فيديو عندك تحط باك جراوند ميوزك، دي مهمه جدا جدا جدا، تمام؟ ده بس يعني الفايده اللي بتقدمها لك على السريع كده. هتلاقي رابط الموقع ده اسفل الفيديو، هتلاقي فيه كل الميوزك اللي انت عايزها. زي ما قلنا شباب، في اكتر من ليفل عندك في الباك جراوند ميوزك. في ليفل تاني يا جماعه بيجيب لك موسيقى افضل وارقى واحسن بكتير من الموسيقى اللي في اليوتيوب، وبتلاقيها لكنها بسعر مدفوع. ما اعرفش بقى الاشتراك الشهري ب $50 او ب $30، هبقى اعرف. ولو حد عايز الموضوع ده يا ريت يكلمني على فيسبوك او يكلمني اسفل الفيديو، وان شاء الله هحاول ارد عليه او اعمل فيديو عنها، تمام؟ معلش هعيد مره تانية بسبب ان انا حاسس ان انا كروت الناس في اهميه الباك جراوند ميوزك،
زي ما قلنا يا جماعه باك جراوند ميوزك دي مهمه جدا جدا جدا، انها بتزود حماس الفيديو، بتزود مثلا انت زعلان مثلا وانت بتتكلم فتعمل باك جراوند حزينه فتاثر مع الناس شويه وتخلي الناس تهتم بالموضوع اكتر. تمام، الناس كتير ممكن تقول الكلام ده ما بيحصلش، الكلام ده انت يعني بتكذب او بتهزر او الكلام ده، لا يا جماعه كل الكلام ده بيحصل والله العظيم، والناس فعلا بتتاثر بالباك جراوند ميوزك دي بشكل كبير جدا. حاول تدخل الناس في المود وتدخل الناس في مود الفيديو وكده. لو الفيديو بتاعك حماسي وعايز الناس تشتغل ومش عارف ايه زي ما انا بعمل، فانت بتحط باك جراوند ميوزك حماسيه. لو باك جراوند ميوزك مثلا حزينه بتحط، لو قصدي فيديو حزين بتحط باك جراوند ميوزك حزينه. يعني انا هديك مثال بسيط، مثلا انا هعمل مثال واحد فرحان واحد زعلان ونشوف باك جراوند ميوزك هتفرق ولا لا. طيب انا دلوقتي مثلا هعمل مثل ان انا زعلان. تمام، السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. حلقه النهارده احنا هنتكلم على مشكله. انا شفت الباك جراوند ميوزك فرقت ازاي، هتلاقي الموضوع بدا يجيب تاثير مع الناس. طب انا مثلا فرحان او حماسي هتكلم ازاي؟ السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. حلقه النهارده احنا هنتكلم على الباك جراوند ميوزك. زي انتم ملاحظين الفرق كبير جدا وفرق شاسع بين الحزن وبين الفرح في الباك جراوند ميوزك. تمام يا شباب، هو ده اللي اقصده، دي مهمه جدا في الباك جراوند ميوزك، وان شاء الله هتنفع معاك وتخلي الفيديو بتاعك اكتر اهميه للناس وتخلي الناس تحب فيديوهاتك اكتر. اتمنى بس ان ما اكونش قصرت معاك في اي حاجه، واتمنى ان محدش يزعل ان انا كنت مسرع في الفيديو او بتكلم بسرعه، بسبب بس والله ان الوقت ضيق جدا عندي، لسه هعمل المونتاج ولسه هعمل كل الكلام ده عشان اقدر انشر الفيديو. فاتمنى بس ما يكونش حد زعل مني في اي حاجه، ومحدش يزعل مني ان انا بتاخر في الفيديوهات، لان انتوا عارفين ان انا في ثالث ثانوي والموضوع صعب جدا بالنسبه لي. كان معكم مصطفى من قناه مستر موتيك. شوف الفيديو واشوفك ان شاء الله في فيديو جاي. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب القناه، لسنا 150 مشترك تقريبا عشان نوصل ل 4000 مشترك، وصلنا بقى ل 4000 مشترك ان شاء الله. كان معكم مصطفى من قناه مستر موتيك مره ثانيه. شوف الفيديو واشوفك ان شاء الله في فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.